مسجد رائع هذا، عنده الفوقي عنده. جاي في الزاوية. المسجد يصلي الناس النساء هذا المسجد رائع. من رائع المباني المساجد هنا من البحر. هذا المسجد المدينة، ها هو مسجد المدينة، مكتوب عليه مسجد المدينة، رائع. هذا شارع لكن من روائع المساجد هذا، عنده الأرضي وفي الفوق، الفوق الظهر فيه ديزابارتمون بيوت، ومكتوب عليه مسجد المدينة، عنده تقريبا شي 4 أبواب غير الأبواب الثانية اللي محلات لكن مقفلة. المسجد جمل العمارة، الشارع من يعرفه مشي حتى لهين نشوف الشارع شو اسمه. هذا المسجد، هذا المسجد، ها الجماعة الحضرية سيدي بليوط، مقاطعة الثالثة، زنقة حلب. هذه زنقة حلب اللي عليها المسجد، زنقة حلب المسجد فيها. هنا يا مسجد المدينة في زنقة حلب، يا زينك يا زينك. صليوا العصر ومدبروا حكيم، صلوا فيها العصر ودبروا حكيم. هذا مسجد، هذا باب رئيسي أظن ولكن مسكن. هنا مكان الوضوء، هادو اللي هم الأبواب هذه مكان الوضوء نتاعهم كيديروا هنا. من مسجد مسجد المدينة هذا الباب كسر، صلى صلاة العصر إن شاء الله. هذا الشارع الكبير اللي عليه المسجد ولكن ما أعرفش، ما نعرفوش اسمه، هو عليه المسجد هذا مسجد المدينة. مسجد المدينة في زنقة حلب، مسجد المدينة في زنقة حلب. في فيتنس، مسكيلاسيون، كلها إلى آخره. لكن شارع كبير يخرجك حتى، هو هذا المرسي السلطان اللي يخرجك حتى مع الترام، وهذا يخرجك هذا الكرة الأرضية توين، وهذا الشوارع قد تحصل توين فيه. ديكورة الشارع رائع صراحة، شيء خرجنا منه شيء رائع، لكن ما قدرتش نصور للداخل لأنه زحمة الناس، هذا يقولوا